الشباب. صباح الشباب وعودة إلى صباح المدارس. وقبل ما ندخل في تفاصيل موهبتنا أحب أقول لأخوي حبيب البلوشي، يقول ليش تتكلمي بسرعة؟ مضطرة يا حبيب، لأن عندي عدد كبير من التغريدات ما قرأتها ومضطرة فعلا أقرأ بسرعة حتى أخذ أكبر قدر من التغريدات ومن الرسائل، خاصة مع العطل اللي صار اليوم في الرسائل مع بداية الحلقة، فاعذرني يا حبيب. وإن شاء الله راح أبطي من الإيقاع في القراءات القادمة، ولا يهمك يا حبيب. في صباح المدارس اليوم معنا الطالبة منار بنت عبيد السعيدية من مدرسة عزان بن قيس العالمية في الصف الرابع. ومنار موهبتها في حفظ الشعر وبالتحديد الشعر الفصيح، إلى جانب القراءة تهوى القراءة وتهوى السباحة، وعندها أيضا قدرة على سرد ما تقرأ بأسلوب جميل. حبيبتي منار صباح الخير. صباح الخير أستاذة نايلة. كيفك يا منار؟ كيف صباحك اليوم؟ الحمد لله صباحي جميل. الله يسلمك، الله يحلي أيامك يا منار. منار ماما، أنت تحفظين الشعر الفصيح. بداية، كيف حبيتي الشعر الفصيح؟ يعني أنت عمرك 10 سنين صغيرة، عادة الأطفال اللي بعمرك يحبون الأناشيد، يحبون الأغنيات البسيطة، لكن أنت تحفظين شعر حافظ إبراهيم وأحمد شوقي والمتنبي وبهذا العمر الصغير. نعم، أنا أحب شعر المتنبي وشعر حافظ إبراهيم لأنه يتحدث عن اللغة العربية، ولغة أبراد اللي هي اللغة العربية هي لغتنا ولغة القرآن الكريم. نعم، وعشان كذاك لازم نمارسها ونحبها. حبيبتي الله يحفظك إن شاء الله. أيضا أنت في مدرسة ثنائية اللغة عزان بن قيس، لكن لغتك العربية جيدة ممتازة، بل هي ممتازة. دراستك باللغة الإنجليزية وفي نفس الوقت أيضا محافظتك على اللغة العربية، من اللي ساعدك على حب هذه اللغة بهذا الشكل يا منار؟ أمي وأبوي والمدرسة يدعموني على اللغة العربية ويساعدوني في حفظ القصائد. يعني في البيت والدك ووالدتك يساعدونك في حفظ القصائد. نعم. كيف تعرفتي على حافظ إبراهيم وعلى المتنبي وعلى أحمد شوقي؟ في البداية كنت في المدرسة فأعطوني في أسبوع لغة الضاد قصيدة لأحفظها. نعم، فقلت هذه القصيدة من هو، يعني في الأخير كاتبين قصيدة حافظ إبراهيم. نعم، فقلت من هو حافظ إبراهيم؟ فذهبت إلى ناس استشرتهم، قلت لهم من هو حافظ إبراهيم؟ فأخبروني من هو. نعم، إيش لقب حافظ إبراهيم يا منار؟ هو لقبوه بشاعر الشعب وشاعر النيل. وشاعر النيل وشاعر الشعب، صحيح يا منار. نسمع منك منار شيء من الأشعار اللي تحفظينها، سواء كان لأحمد شوقي أو حافظ إبراهيم، إيش اخترتي لنا؟ اخترت مع حافظ إبراهيم. يلا ماما نسمع. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول هداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء، وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما بقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي، حفظن وجادي في البلا وحفظته لهن بقلب دائم الحسرات. الله يحفظك، ممتازة ممتازة يا منار، مخارج حروف واضحة، لغة واضحة، وبهذا العمر الصغير أيضا.
منار تهوين القراءة، ماذا تقرأين؟ أقرأ قصص الأطفال وأحاول أن أؤلف قصص. وتحاولي تؤلفي قصص، هل تؤلفين لا. الشعر؟ لا لم أبدأ، لكنني سوف أحاول في تأليف الشعر. إن شاء الله. ماذا تستفيدين من قراءة قصص الأطفال؟ عندما أقرأ أستفيد وأخذ معلومات وأفكار منها وأؤلف قصة. نعم، هذا هو الممتاز، أن عندما نقرأ نأخذ أفكار من القراءة، يعني نفهم ما نقرأ وناخذ أفكار ونبني عليها أفكارنا المستقلة فيما بعد. نعم. هل في قصة معينة تأثرت بها ممكن تحكيها لنا وللمستمعين منار؟ نعم، هي عنوانها مهما كان. مهما كان. نعم. نعم، نسمع يا منار. ثعلوب الصغير كان حائر وغاضب، ثائر رمى فكسر، ركل فقلب، هرس وطحن، ثم جلس يصرخ ويبكي. صاحت ثعلوب الكبيرة: يا لطيف يا معين، ماذا بك يا نور عيني؟ أنا غاضب من الحياة لأنها حيرتني، ولا أحد يحبني في الدنيا كلها. يا ثعلوبي، لو أنك حائر كالفراشة أو غاضب كالبركان، أنا سأحبك مهما كان. فقال لها: حتى لو كنت كالزرافة أعيش في الغابات؟ قالت الثعلوبة الأم: نعم سأحبك مهما كان. فقال لها: حتى لو كنت كالقرد أعيش في أعالي الأشجار؟ قالت: نعم سأحبك مهما كان. سوف أتسلق الشجرة لأقبلك قبل أن تنام. فقال لها: حتى لو كنت كالتمساح أعيش في النهر؟ قالت: نعم سأحبك مهما كان. فأتي وأفرش لك أسنانك وأقبلك قبل النوم. فقال الثعلب: شكرا يا أمي، وأيضا أنا أحبك. نعم، ماذا استفدت من القصة يا منار؟ استفدت كيف تكون الأم حنونة على أبنائها. ممتاز، ممتاز يا منار. منار، وضعتي لك هدف للمستقبل، إيش ممكن نشوف منار في المستقبل؟ أول شيء أمنيتي أن أسأل الله الشفاء العاجل لأبي في ألمانيا أجريت له جراحة، وأسأل الجميع أن يدعوا له بالشفاء العاجل. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله مشافى معافى يا رب العالمين. إن شاء الله. إن شاء الله. ثانيا أتمنى أن أكون رائدة فضاء لأكتشف العالم الخارجي. إن شاء الله، هذه هي أمنيتك أنك تكوني رائدة فضاء. نعم. حتى تكتشفين العالم الخارجي، إن شاء الله يعني تكونين من النساء القلة في العالم اللي يذهبوا إلى الفضاء ويكتشفوا الكواكب والمجرات والنجوم إن شاء الله. نعم، بعد أريد أن أخبركم بقصيدة من شعر المتنبي، من شعر أبو الطيب. اتفضلي يا ماما، اتفضلي. هي قصيدة طويلة لكن أنا اخترت بعض الأبيات منها. خلاص نسمع. وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. ما لي أكتب حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حبا لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. نعم، ممتازة ممتازة يا منار، يعني أنك تحفظي بهذا السن الصغير للمتنبي. هل تحاولي فهم معاني الكلمات؟ نعم أحاول. نعم، يعني مش حفظ أيضا مع الفهم. نعم. إن شاء الله يا منار، نشوفك في يوم من الأيام رائدة الفضاء منار السعيدية، وشكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا أيضا لوالدك ولوالدتك الحريصين أيضا على تعليمك وعلى مساعدتك في تنمية هذه القراءات وهذه الموهبة.
أريد أشكر في النهاية أمي وأبوي مهم. ومدرسة الصيد العالمية ومعلماتي، وأريد أشكر إذاعة الشباب لأنهم استضافوني في برنامجهم الجميل. الله يسلمك يا رب، وانت الاجمل يا منار. شكرا جزيلا لك يا منار، يلا مع ان شاء الله السلامة. يوم دراسي موفق لك ان شاء الله. ان شكرا. شاء الله، مع السلامة. اذا منار بنت عبيد السعيدية هي كانت تلميذتنا اليوم في صباح المدارس. صدرت سيادة حدودها من عرفناك، مجد تجدد بدو لاهوت.